المشاهدة، إن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام المراقبة. ولهذا مر عمر بن الخطاب عليه من الله سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة. مر ذات ليلة وهو وزير عدل في خلافة أبي بكر، خرج يتجول في ضواحي المدينة لعله يجد بائسا أو مسكينا أو ملهوفا يتاجر فيه مع الله، فوجد خيمة تقع وحيدة في أطراف المدينة، فاستأذن عمر بالدخول على صاحب الخيمة، فوجد في داخلها سيدة عجوزا عمياء، ألقى عليها الفاروق السلام فردت السلام، سألها الفاروق من يقوم عليك؟ قالت يا عبد الله كان لي شاب يقوم علي وهو ابني، ولكنه مات شهيدا مع رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. يا من تنزه عن الشريك ذاته، يا من تقدست عن مشابهة الأغيار صفاته، يا من أنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف، أنت معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، أنت الواحد لا من قلة، وأنت الموجود لا من علة، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، كل شيء قائم بك وكل شيء خاشع لك. يا عز كل ذليل، يا غنى كل فقير، يا قوة كل ضعيف، يا مفزع كل ملهوف. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. يا رب يا رب، يا من يراني ولا اراه، انظر بعين الرضا لحالي، انظر بعين الرضا لحالي. يا رب قد عجز الطبيب فداونا، يا رب قد كثر الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلتي فتعلنا. يا عجوز،
يا من مات وحيدك في سبيل الله، انا الذي ساقوم على خدمتك، واجعلي هذا سرا بيني وبين الله. من القائل هذه العبارة؟ ان قائل هذه العبارة هو عملاق الاسلام عمر. ويأتي عمر كل صباح فيكنس خيمة العجوز ويرشها ويضع الطعام والشراب بين يديها، وكذلك بعد ان يصلي الظهر يأتي ليضع طعام الغداء، وكذلك بعد ان يصلي المغرب يأتي ليضع طعام العشاء، برنجي وكنجي وشنجي. وهو الرجل الذي يفر الشيطان من ظله، عمر. عمر الرجل الذي قال له الحبيب ذات يوم: لو عذبنا الله لم ينج منا الا انت يا عمر. ومع ذلك كانت عيناه تفيضان بالدمع ويقول: يا ليت امي لم تلدني، ليتها كانت عقيما. وياتي الفاروق ذات يوم ليقوم بعمل الصباح في خيمة العجوز العمياء، فيجد الخيمة قد كنست ورشت ووضع طعام الإفطار أمامها، فيهتز عمر اهتزاز العصفور إذا بلله ماء المطر، وكأنه نزلت به فاقرة وغشيته غاشية، كأن سماء نفسه رعدت وأبرقت وصعقت وأمطرت، وكأن أرض نفسه مدت وألقت ما فيها وتخلت. ويسأل عمر العجوز: من الذي احضر لك هذا؟ فتقول له: يا عبد الله، اتاني رجل واشهد الله ان يقوم بهذا العمل سرا بينه وبين الله. من يكون؟ لا ادري. من هذا؟ لا ادري. ولماذا ليس يدري؟ لست ادري. ولكن عمر صمم على ان يعرف من الذي سبقه الى خدمة هذه العجوز، فيختبئ في الصباح الثاني وراء صخرة ليرى من الذي سيخرج من خيمة العجوز العمياء. وعلى حين غفلة يرفع الستار عن رجل يخرج من خيمة العجوز. أتدرون من هذا الرجل؟ إن هذا الرجل هو أبو بكر خليفة الحبيب المصطفى. الله الله آه. أبو بكر، أبو بكر الرجل الذي قال فيه الحبيب المصطفى: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا.
أبو بكر. نعم، يخرج من خيمة عجوز بعدما كنسها ورشها وأحضر لها طعام إفطارها. نعم، أبو بكر الرجل الذي لما حضرته الوفاة وهو الخليفة الأول قالت له بنته أم المؤمنين عائشة عليها الرضوان: أستدعي لك الطبيب يا أبتاه. فقال لها: يا عائشة، لقد قابلت الطبيب. قالت عائشة: فماذا قال لك يا أبتاه؟ قال لها: يا عائشة، لما لقيت الطبيب قال لي: أنا فعال لما أريد. لم يرضى أن يكلف الدولة أجر الطبيب وهو الخليفة، وهو الخليفة يقوم على خدمة عجوز. وعندما رآه الفاروق خارجا من عندها قال له: أنت يا خليفة رسول الله، ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني. إن الذي علمهم هذا كله هو الرقابة العليا، هو الضمير والسر الذي كان بينهم وبين الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الله يدري كل ما تضمر، يعلم ما تخفي وما تظهر. وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. وأما الحديث الثاني من أحاديث فضل الصيام فيقول فيه سيد الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إذا أفطر فرح بفطره، فلقمة الإفطار مهما كانت الله تعالى يحولها في فم الصائم إلى عسل مصفى. قلت أو كثرت، هانت أو عظمت، رخصت أو غلت، عندما يتناول الصائم لقمة الإفطار يحولها الله له بفضل الصيام عسلا مصفى. وقطرات الماء في فم الصائم عند الإفطار أعظم من اللبن الخالص السائغ للشاربين. والله ينادي على الصائمين في الجنة ويقول لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.